بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. لازلنا نعيش مع أنوار وأسرار الإسراء والمعراج. تعالوا كده نقف وقفات مع الآية الكريمة في أول سورة الإسراء. سورة الإسراء تحدث الله فيها عن معجزة الإسراء، وسورة النجم تحدث الله فيها عن معجزة المعراج. خلونا نتكلم النهاردة عن آية سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة المباركة في مطلع سورة الإسراء. لما ربنا يقول سبحان في القرآن، ده المصدر بتاع سبح يسبح سبح، سبحان الذي أسرى. ولما ربنا يبدأ السورة بسبحان الذي أسرى، يبقى صدرها بهذا المصدر ليزول العجب. أنا لما أقول لك فلان فعل كذا وكذا تقول سبحان الله، يقدر في الوقت ده؟ يقدر، إذا كان الفاعل والمساعد والمعين له هو الله. فسيدنا النبي أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم عاد إلى المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام إلى مكة، كل هذا في ليلة واحدة ما بين العشاء إلى الفجر. مين اللي فعل كده لسيدنا النبي؟ اللهم صل عليه. الذي فعل هذا للنبي هو رب النبي، الله العلي هو الذي فعل هذا الأمر. فإذا نسب الأمر إلى الله فلا مجال لإعمال العقل. ادي لعقلك أجازة، ما تعملش زي المعتزلة وتقول إزاي وتشغل العقل. لا، في أمور غيبية، أمور سمعية، سمعيات، آمنا بما جاء به النبي وصدقنا دون أن نراه. كل ما أخبرنا به سيدنا النبي، عذاب القبر، نعيم القبر، الحشر، النشر، البعث، الحوض، الميزان، الصراط، الجنة، النار، الإسراء، المعراج، كل هذه أمور غيبية أخبرنا بها الصادق دون أن نراها فنؤمن، نؤمن بها. يبقى عندنا إيمان يقيني جازم بأن هذا كما أخبرنا به النبي وأخبرنا الله به فهو حادث لرسول الله لا محالة. إذا خرج الأمر من قدرة البشر المحدودة إلى طلاقة قدرة رب البشر اللامحدودة، لأن طلاقة القدرة ملهاش حدود، فلا مجال لإعمال العقل وقتها، مفيش مجال لإعمال العقل. ده الأمر ده يجري في الملكوت، في ملكوت مولانا العلي، والله جل وعلا يفعل ما يشاء في أي وقت شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا معنى سبحان. سبحان الذي أسرى، يعني ربنا أسرى بسيدنا النبي وبيقول لنا كده عشان يزول العجب، تزول الغرابة، آمنا وصدقنا. وبعدين يقول أسرى، ليه الأسرى بالفعل الماضي؟ لأن الأمر مبرم في علم الله الأزلي، فالقرآن قديم بقدم الله ومكتوب في كتاب الله أن رسول الله هو خاتم الأنبياء، هو إمام الأنبياء، هو سيد المرسلين، وسيسر الله به ويعرج به من السماء، من الأرض إلى السماء السابعة، ثم يعود في نفس الليلة. فالأمر من عند الله جل وعلا.